كلينيك السلام اكبر شفاره. بارطاجيو الاخوان سلام كتقتل الرواح. شوف نشو سيرت ويغدي ما باش انهم اتقيش لنا الراديو مول والدار مش نسقانس فرنسي خجنونه ويختي تقوا خيض على النص شي غاصني انا نشوف بنيته انا حنا عم سيدي اتمنى عذر ندي في الشارع غنيت اللي صافي تي وش وسيرد على اساس نهار غا 9 ونص الصباح سيف اختي دلاني ثالث هكليني كي هو اش قاعد غدير لك الاداره صافي دوني انت وكش غاسلنا شواغد انا صافي قاعد نتغى الانعاش انا ناسي دوني انت قاعد نتغى الانعاش صحيح انت فين انا صافي سنقى خويا على الراديو دوني انت اش قاعد سيف انت تقنع الراديو سيف انت تقنع الراديو الاخوان بارطاجوا في الله والدين الاخوان بارطاجوا في المهزله اللي توقع في النهضه هاي كلينيكا هي اللي تصل الاخطاء الطبيه اتصل وغاس ندبو الضمير صافي الثمانيه تقول شي تتوسني يروح بورحال ايوا اخت يما العم سيدي خيضان بس تكوا يما تكوا خيضان بس على اساس انه تكاع الراضي ونيمور يفخ دراري الجن قناة السمير يخدمك الدكتور هوا السلام السلام يخدمك الدكتور الهواري السلام عليكم السلام اودي خيماش يما شنعقش قيد زواري زكجني قال من غاكم قمح من غاكم قمح ثقه المواطن البسيط اخذتم النقابه الاطباء جيني من غاهم قمح او الاقدار بيد الله الحمد لله والشكر لله ولكن ويغدي مثل بخيضانس والمشكل في الامر انه هو وخباه بفاميليينو وخباه بويه مسنيني غاودي من قاه الى غادي نشقى جنزوا خلاص العرق الحياة ولا مش أزوال الحياة إن شو سيدي قيبو شو شوي بشي ما قوا أوز تزوم تني وذا سقط قلبا قارض يارق قارض يو أتزوم غب عدا ذو غراجة إن شو سيدي قا إن شو قد غيا إن شو ناس مينست قذي عارض يو مينست قذي العملية إن شو ذي العملية الأول تنس كيا سجوا جد سركسة من غير قرنش فرد بار مهم زيد لا رجع قرقة عند شن موضع عصب فوجي وشن حاجة عادية مدة تنين ساعتين لقى حالة خاطئة شوية شوية مقوى جبوا مليح ما متغف فرقة تم صغوي وخاس داني تاو ولا أنكر صغوي خي مينو يمينو قش يختصو فسينو يختد دغة كنيني كيا بدون ضمير أبي تدغة كنيني كيا بدون ضمير فقد غارنا نيود دقة يمشي إن لله وإن إلى راجعون مش تنسى سيدك يما يخت تبقى خيضانس ما يخت تبقى خيضانس كاس داني تاع احد في الكاميرات يما تبقى خيضانس طب مستحيل انت يما مش تبقى خيضانس ومن بعد شنين قال يما يخت شحال ساعات يما يخت 10 الصباح نخو شحال ساعات شحال ساعات ما يقوم على سيرك ساعات 23 اخو 23 باش قبل خريت ساعه ساعات قبلها مني انا نيود قيماش لا عدم الاجر واخا شكون يغداني تا وانا وسيد غالي دوز غالي دكتور الهواري ني كيدي هارد كان قضى يتصل العملية في مرة نشحن تيري وهي ما نشوف شي هاكي غاس الرسول هاكش السيدي عاود غاس الرسول نغني هاكش السيدي نغني واخا الرسول يتحد يقول يجنموي يجنموي ايوا زيد يتبان يديني شن حاج تبقاش واغريغ واغريغ شاه يبان يديني شن حاج تني غاس دكتور واد النازيف اني الا خاوعك النازيف اش تيني غنيه الزوارة مو كذا كذاش بدغت فيديو راح استقل إيه هون قاري واحد قاي وقع رغش المضاعة أنا غاسو ميقال المضاعفة زعما تفهمها ميقال واحد أنا شو المضاعفة هو ذا النازيف اللي وقع إذا النازيف اللي غا يوقع سر الرسول اللي شتك شي ذايا هني ذا هو ذا يسوالو صافي الدنيا هاني قضى كاميرا كلشي تسجليه بأنه ذاك شي ذايا 100 دي 100 قضى قوى ذا والو وذا هني 99 دي 100 لا 70 دي 100 لا 60 دي 100 لا كذا شوف كذا حدا ويغي ما غيربط يمكن راح غزا غدا ذيك غدا صدق الجمعية ثمرة وغارشة هذا حدا يعاون حد قل العملية الصباح وتتوي غشا غواني تانت إن صافي قص 1000 درهم صافي ذوني انت هون قالوا حين ذا يما الله يرحم والدينا الإخوان أصحاب النظر الأحرار أي ريفيين أي مغربيين بغي عزم الله يرحم والدو مال المغاربة اللي ضاعت لهم حقهم رحنا حنا كنا هنا بوسطة سواء موظف كي يأكل الدق كتخدم على الشركة تاكل الدق ما خدامش تاكل الدق راه لا اله الا محمد رسول الله ما بقيناش كاع كنشكو ما بقينا كنشكو في الطب
كنشكو في الطب ديال البلاد راه حتى لا اله الا محمد رسول الله كاع اللي شويه عندهم الفلوس والاخر كيمشيو يداوي ولادهم يمشيو يداوي كلشي في فرنسا. واش هاد الدوله هادي واش حنا بقاو هكا ولا لا؟ جلاله الملك امير المؤمنين حنا كنناشدوك شوف لي رجع ما بغيت لا معاونه ما بغيت حتى شي حاجه بغيت الحق ديال الوالده ديالي يرجع لي الله يرحم والديك. السي الحموشي السي الحموشي الوالد ديالنا ترك بمثابة الأب ديالنا الأب الروحي كان تيفوق كان تيقو فيك السي الحموشي افتح لي تحقيق عميق الله يرحم الوالدين الله يرحم والدين السي الحموشي راني محروق راني محروق السي الحموشي افتح لي تحقيق السي الحموشي افتح لي تحقيق عميق تشوف شنو هاد المهزلة يخرجوا الأطباء للزنقة أحق حاملين الشعارات النقابة ما شنو كيقولوا ما كيديروا لهم والو يخرج المواطن العادي يخيل الكبابة بالعمود السي الحموشي الله يرحم الوالدين فتح ليه تحقيق عميق اليرجي الا ديستي اي جهاز في المغرب الله يرحم الوالدين السيد العامل ديال مدينه الناظور راه هادو هاد الباص هاد الكلينيك هادي وهاد الطبيب هذا راه مازاله راه بزاف ديال الحوايج وقعوا في هاد راه الا السيد برثولو حيدوا له حاشا القلم ديالو داوه ما عرفين ما عرفش فين غيخرج هذاك السيد جاي يخدم في التالي مشى راه حقا ما حقا خطا طبي ولا اخر النقابه انا مليار جوج المليار 15 20 ما ترجع ليهاش ما كيما حكموا على هذاك هاد الكلينيك يكون عندها مصداقيه ما تعطيو لهمش الرخصه الا ما كانتش عندهم المصداقيه جوج الاخطاء ثلاثه الاخطاء اربعه الاخطاء 100 خطا هادشي راه لا يعقل هادشي لا يعقل لا يعقل هادشي لا يعقل لا يعقل هادشي اللي كيخلينا نوليو الكوارث هادشي اللي يخلينا نوليو الكوارث علاش بنادم كيقول لك راه جاب 20 عام علاش كيقول لك بنادم راه جاب 20 عام على حقه انا مستعد نجيب 20 عام مستعد ننتحر مستعد نقتل راسي الا قتلت انا راسي راه بسبب هاد الكلينيكا وما خديتوليش حقي ما خديتوليش حقي كلينيك مصحة السلام متواجدة في الناظور في المطار الكلينيكا كيترأس هذا اللي سميتو الدكتور الهواري استاذ هواري احسن سراق هو بروفيسور الهواري فتحوا لنا تحقيق خصو تفتحوا لنا تحقيقات هاد الشيء ما كاينش كيلعبوا لنا بالصاليرات ديال البنات مساكن اللي خدامين هنايا حتى واحد كيشجع عبيد الا قال لك شي واحد ما كاينش العبوديه كاين العبوديه في المغرب كاين العبوديه في المغرب السيكيورتي كيتشد 1200 درهم في مضيفات كامري وحده فيهم اقسم بالله ومن بعدها محمد ما عندها 2500